بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد، فيديو الفرحة. النهاردة الجزء الثاني إن شاء الله من زينة رمضان، أسعارها أسعار جملة. هنتفرج على كل حاجة، هنتفرج على بتاع الكنافة والمسحراتي وعربية الفول، ده غير بقى المفارش موضة 2021 اللي كل الناس بتسأل عنها. عايزة أقول لكم تابلوهات غاية في الجمال، هنشوفها بسعر الجملة مع كمان الخدديات بتاعتها. كل ده هنشوفه في الفيديو ده، بس الأول نوصف لكم حبايبي العنوان وندخل نتوكل على بركة الله. نتوكل على بركة الله. احنا حبايبي بالنسبة للعنوان في محافظة اسكندرية في المنشية شارع فرنسا بعد البوابة الحديد بتاعت الأوقاف، هنمشي كده عند بتوع الذهب، هنلاقي المحل اللي جايين نصوره النهاردة إن شاء الله اللي هو محل الشبراوي. هندخل نتفرج على حاجات رمضان كلها، بس بقى ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. نبتدي على بركة الله كل حاجات رمضان. نبتدي الجزء الثاني من عند محل شبراوي ان شاء الله في المنشيه. ونبتدي احنا طبعا الشبراوي هنا ملك اللعب، او دلوقتي اسمه احفاد الشبراوي، 28 شارع فرنسا بجوار محلات فؤاد احمد ومحمد عبد السلام. احنا من سنه 1950 تمام. واحنا هنا عندنا البيع بسعر الجمله، وعندنا صفحتنا على الفيسبوك بتكتبي الشبراوي ستور بالانجلش، يا اما محل الشبراوي تمام. وارقام التليفونات ظهرت في الكارت في الاول في خالص في الفيديو الاولاني. ايوه ارقام أيوة. واحنا في شارع فرنسا العمومي تمام. طبعا ده مفرش اسمه مفرش تركي، وهنوريهولك دلوقتي وهو مفرود وسعره 25 جنيه تمام. ودي تربيعه ستان اتنين وش، هوريها لك برضك ازاي. أيوة. وسعرها 30 جنيه. ده مفرش احمدي ده سعره 35 جنيه، شكله جميل جدا برضك، هنفرد لك واحد وعشان تشوفيه. ماشي. وده مفرش اسمه زهرة اللوتس. أيوة. وسعره 25 جنيه. عايزين نشوف بقى كل الحاجات دي طبعا. ودي التربيعه بتاعتنا المميزه اللي كانت السنه اللي فاتت ب 25. أيوة. السنه دي ب 20، هوريها لك برضك مفتوحه هنا اهوت تمام يا حاج. وبعد كده هو تحت هنا اهوت اللي هو ايه، ايوه ده البرقع 3 متر ب 30 جنيه وريته لكم في الجزء الاولاني. أيوة. ده هنا اهوت باكو في المفارش الصغيره دي، احنا بنسميها مناديل. دي بتتحط على الايادي على ايدين الانتريه او الظهر بتاعها. بكام ده؟ ده الباكو في 4 ب 40 جنيه، يعني الواحده ب 10 جنيه تمام. في برضه كل الالوان موجوده متاحه يعني. حلو قوي تمام. الله ينور. العلاقه دي احنا وريناها لكم بره. ايوه الكبيره والوسط والصغيره. في ده ستاره الشباك. جبتيها مدام كده ستاره الشباك. بص حبايبي اهي، يعني هي شكلها انتوا عارفينها طبعا، هقربها لكم برضه اهي شايفينها. تنفع على اي شباك تمام لرمضان بقى. ده قصدي ستاره، سوري ستاره باب او طرقه. ب 90 جنيه. ب 90 جنيه. حجمها كبير. دي حاجه جديده السنه دي يعني. تمام الله ينور. مغطي منها الازرق تمام. المفرش اللي بنسموه التركي، وفي ناس بتسميه رنل. رنل. الاسم التجاري عندنا تركي. تركي. ايوه تمام. لكن صناعه مصريه. ايوه. بس هو الموديل بس يعني. الموديل شكله تركي انما هو صناعه. ده ب 25 جنيه. عشان لو عايز تحطيه على بوفيه. ده بيتحط بقى على ترابيزه الانتريه. ترابيزه الصالون، على الجزامه. على البوفيه. على البوفيه، كل ده بقى شكله جميل جدا جدا جدا. تمام. تمام. وفي بعد كده اهوت زهرة اللوتس. زهرة اللوتس ده لسه استعملين يعني، هقولهم دلوقتي للناس. بصوا زهرة اللوتس كده مدام معايا كده اهو عشان يبان. ايوه طبعا بيتحط. بصوا حبايبي ده سعره 25 جنيه. وانا عايزه ابينه، بس ممكن حضرتك تنزله تحت شويه كده. بصوا حبايبي اهو ده شكله. ده اسمه زهرة اللوتس. عشان الزبون يقول لي عايز مفرش زهرة اللوتس يبقوا تبقوا عارفين زهرة اللوتس بقى. ايوه سعره 25 جنيه، وده ممكن يتحط على على البو... على ال... الانتريه كده اهوت او الفوتيه، بيتحط كده اهو بحيث ابان النص كده والنص التاني من ورا. ايوه حلوه يعني قوي. لسه عاملين يعني ما شاء الله. وبعد مفرش كده ممكن على الانتريهات كمان. المفرش طبعا اللي احنا مميزين بيه الاحمدي ده، السنه اللي فاتت حقق نجاح جامد جدا. ده بيضاوي ده ولا ايه؟ ده اخد شكل ما ده، ممكن افرشهولك كده على الارض. ايوه نشوفه برده. صح بص حبايبي شكله كده اخد شكل كده ايه يعني، بصراحه مميز قوي ما شاء الله يعني. 25 برضو الاحمدي ده؟ لا ده مدام ده 35 جنيه. ده 35 في القطاع بيبيعوه ب 55 جنيه. ايوه. لا شكله جميل بصراحه، شكله جميل خالص. مش قادر اكتر من كده معلش. ايوه لا جميل يعني. لا ولا يهمك تمام. بس هو معروف الاحمدي ده يعني. الله ينور. الله ينور. نشوفوا بقى حاجه ثانيه كمان مميزه. ايه بقى؟ مفرش اسمه مفرش شطرنج. شطرنج؟ ده بينفع على ترابيزه 6 كراسي وممكن 8 كراسي.
بيتحط على السفره كمان. معايا كده مدام كاس عشان ده عايز لازم يتطلع عشان يبان. تمام. ده طبعا جامد جدا جدا اهو. لا شكله تحفه. بص هو المفروض عامل ازاي ده بقى يبقى على ترابيزه السفره كده. طبعا هنا عايز اتفرج كده اهوت. اه بس تمام. عملتي لو سمحتي الفيديو ده كده. ده بكام بقى ده؟ بصوا الجمال بقى بتاعه. ده عايز ترابيزه 6 كراسي. اه. او 8 كراسي. ايوه. ده سعره 70 جنيه. ده ب 70 جنيه. ما شاء الله. وفي منه برضو الالوان الاحمر والازرق. هو ما يجيش غير اللون ده. اللون ده بس؟ ما ينفعش العمل. ايوه. اي لون تاني ما ينفعش. احنا في ايدينا نعمل كل حاجه بس هو ده بتاعه. لا جميل هو جميل. نازل اصلا القماشه دي عشانه. لسه بقى هنشوف الحاجات الحلوه بقى دي. مسحراتي وبتاع الكنافه وكله. اهو يلا بقى نتكلم عنها بتاع الكنافه بقى السنه دي بقى عملناه بيتحرك كده اهوت. ايوه وبلومط كمان اهو. اه طبعا. ده انت بتحطيه في الفيشه زي الاباجور تولعه كده يقعد يلف كده اهوت. يعني ال ال الزبون معاه؟ الزبون بيشتريه كده جاهز. تمام بالليد. ايوه بالليد بتاعه بالانوار كده بتاعته بالفيشه على طول يحط فيشه ويشتغل. تمام يا حبيبي. ده سعره 175. ودي التنوره دي برضك بتنور وتلف زيه. أوه. سعرها برضك 175. تمام تمام. عربيه الفول والبليله. عربيه الفول دي الفول في منها اتنين قدرة وعندي نفس الموديل ده. اه. قدرة وحله كده اهوت الومنيوم بتتحط كده. تمام. والنوعيه دي خشب. احنا طبعا شغلنا كله يا خشب يا اما حديد. يا خشب عشان يعني. في السوق بيعملوا كرتون. ايوه. كرتون ده ان شاء الله يوم 5 رمضان هتاخديها وترميها في الباسكت. ايوه لكن ده الشغل ده يقعد ممكن معاكي سنه واتنين مفيش مشكله. جميل قوي. ولا وبصوا الفول بقى محطوط والاطباق يعني بقى عربيه فول بجد. بكام بقى دي حاجه؟ دي سعرها 170 بدون اضاءه. اه بدون بالاضاءه؟ الاضاءه ما انت يا تختاري بقى فرع 5 متر ب 30 يا اما 10 متر ب 40. تمام. والتركيب طبعا مجاني وانت واقفه في ثانيه بيتركب. الله بتنقي الشكل يعجبك. يمكن واحده عايزه لون واحد اللي هو الاصفر. أوه. في واحد تقول لك لا انا بعشع اللون الازرق عايز اللون الاحمر. في واحده عايزه تعمل الالوان الكتيره الكوكتيل زي ما انا عامل كده اهوت. كل واحد حسب ما بيحب. ودي ودي سعرها 170. دي احنا قلنا على عربيه الفول بكام؟ نعم قلنا اه على عربيه الفول. دي بقى ايه؟ دي برضك عربيه فول. أوه. بس حجم اكبر وشكل تاني. تمام. وقرن الفلفل ده ولا الخيار ده؟ ده هنا خيار وهنا هو بقى ده حمص الشام. أيوة. وهنا كده وشفتي ده برضك ستيك هنا برضك حاطط القله. انا شايفاها القله بس عايزه. ايوه شايفين القله دي. وطبق ده سلستين. ايوه كمان فول. ايوه. بكام بقى دي؟ دي اللي هي بتاعت الفول دي بكام؟ دي الكبيرة دي عاملة 170 دي. تمام. ودي بقى؟ وفي دي؟ اه دي كبيرة برضه شكلها. أيوة. حلو دي. دي جميلة جدا. اه. بصي دي بقى بتندا. عربية بتندا. دي بقى بتاعت الحلبسة. بتاعت الحلبسة. ايوه. حمص الشام. حمص الشام. ايوه. ماشي؟ تمام. معلش احنا بقى بتوع البحر بنقول عليها حلبسة. ما يزعلوش مننا الناس بقى. ايوه. ماشي؟ آه وفي بقى دي؟ دي حلبسة برضه؟ لا. دي فول. اه. بس ده بياع فول بقى عنده عربيه كبيره عامل لها تنده. ايوه جميله. بص حتى اهو الفلفل اهو. ايوه. الحراق عشان الناس تاكل يعني. والفول اهو والقدره اهو. بص البياع واقف ورا مش عارفش الناس شايفينه ولا لا. ايوه انا شايفاه اهو يا حاج. وطبعا دي عربيه حجمها كبير جدا. ايوه. بكام بقى ام تنده دي؟ ام تنده دي عامله 180. تمام. وعندنا الصغنونه دي تنده برضه؟ الصغيره بتاعتها عامله 125. دي عامله 125. بص حبايبي قدرتين برضه. اه. والراجل اهو. ايوه. اه 125 دي. 125. اه ده الحجم الصغير. ده الحجم يعتبر الصغير بتاع ده. بتاع ده. وطبعا احنا هنا معاكي المكنه هنا اهوت اغير زي ما انا عايزه. دي بالليد بقى؟ ايوه. بالليد دي. لا كل دول مدام اللي انا قلت عليهم دولت جايين السعر بتاعهم بدون اضاءه، الاسعار دي بدون اضاءه. اه وانت بتشتري. لكن بتاع الكنافه والتنوره دي جايه معاها الاضاءه والموتور اللي بيخليها تلف. تمام. يبقى بنبيعها زي ما هي كده اهوت. الله ينور، تعالوا بقى نشوف حاجات بتاع تانية. البطاطا وبتاع القطايف. بصوا بقى بتاع البطاطا. وده بتاع القطايف. أوه. دول جايين معاهم الليد بتاعهم. ايوه. دول ب 150 بالاداء بتاعتهم. بص ده وده بس بتاع القطايف. ادي القطايف اهي البيضه دي يعني. ايوه. والشغل بتاعنا مدام برضه كنا ايه؟ خشب. خشب يا اما حديد زي دولت. ايوه الله ينور. في ايه تاني بقى يا حاج؟ عندنا الخدديات ولا المفارش دي؟ اه طبعا الترابيع الناس ما شافتهاش. بصوا بقى ده لسه في مفاجاه جامده. ده الشغل بتاعي الترابيع ده. دي انا بعملها على وشين. اه. بس الوشين السنه دي عاملهم رمضان. تمام. ودي سعرها 30 جنيه. ايوه. الناس بيقولوا لي احنا لا دي جلد من كتر ما خامتها تقيله جدا. ايوه. يعني كل واحده من ده تلاقي وشين. صح. تفرديها كده على النص الاولاني من رمضان وكده. أيوة. على النص الثاني. عشان التغيير يعني. الملل. ايوه. دي سعرها 30 جنيه. تمام.
تمام. وده احنا المنديل وغيرناه ب 10 جنيه الواحد، ودي التربيعه بتاعتنا المميزه. المميزه السنه فاتت كانت ب 25، السنه دي ب 20. تمام. طبعا احنا بنعمل حجمها كبير وبنعملها بسوسته. ايوه. بحيث الناس بقول لهم ما تجيبوش فايبر. انا عندي تربيع في البيت بنعبي جوه منها التربيعه اللي بستعملها طول السنه. تمام. وبعد كده اخر رمضان بنغسلها ونشيلها، تفضل بنفس الشكل كده بالظبط. الله ينور عليك. وفي الوانها كلها. الوانها اهي. تمام. بصوا حبايبي ده شغل بقى جديد بقى ده. ايوه. بصي بقى ده وش واحد. انما ستان وش واحد. التاني لا الظهر عادي. عادي. دي سعرها 20 جنيه. عشان اللي عايز برضه. بالظبط. كل واحد يعني احنا جايبين كل المستويات. تمام. ودي قماش. وبسوسته برضك اهي عامله 15 جنيه. تمام. الله ينور. بس وجه واحد برضك، وش واحد. وش واحد. 15؟ دي سعرها 15 جنيه. تمام. وطبعا شفنا بقى خياميه ومن الاشكال جوجل وطمطم وبكار. بصوا بقى الخدديات وحلاوتها بقى والمفارش، شفنا كل انواع المفارش، لسه برضو في حاجات تانية هنشوفها. ده بقى لعشاق القطن يعني اللي بيحبوا القطن. مفارش بس قطن. انا شخصيا عندي الحاجه بتستعمل المخلوط اللي بره. الخامه دي عشان المصنع الاصلي ما بيحصلهاش اي حاجه خالص. تمام. وبتفضل وفي الفرش بتاعها بقى شكلها جميل جدا. بس طبعا في ناس بتصمم على القطن، احنا جبنا لهم القطن اهو. في منه اربع الوان متاحه، متر ونص في متر ونص عامل 55. تمام. في منه الاربع الوان المتاحين دولت. ماشي. تمام. وفي منه متر ونص في اتنين. فين؟ اهو متر ونص في اتنين عامل 65. ده على قطن، حتى هم كاتبين على قطن يا جماعه. ايوه. تمام. تمام. في ايه بقى تاني اشكال عندنا رمضان والحاجات الحلوه بقى بتاعتنا؟ هنكمل بقى الاستيكرات بقى. دي الاستيكرات دي عامله 15 جنيه. في منها اشكال كتيره جدا. دي ممكن بتتعلق اخوانا، وممكن فيها دبل فيس. معاها دبل فيس من ورا. ممكن حد يمسكها بالطول كده عشان يبانوا للناس. اتفضلي. ايوه كده. بصوا حبايبي حاجه كده اهي، كل ملزمه من دي هتلاقي شكلين. ادي شكل. أيوة ودي شكل. ايوه ما شاء الله. الواحد ب 15. الواحد ب 15. الكبير اللي احنا شفناه بره على العربيه ده ب 20 جنيه. ادي شكل. ايوه. ودي شكل. ودي شكل تاني طمطم. ايوه. تمام. وبعد كده نمسك كده فوانيس بقى وهلال. ده شكل برضه طمطم ومعاه الهلال اهو. رمضان كريم. تمام. وبعد كده ده بكار. بكار رمضان كمان شكل تاني. الله ينور. اشكال كلها جميله جدا جدا. أيوة. جدا. بصوا حبايبي ده برضه اهو. تمام. والشكل ده جامد. والشكل جدا. والشكل ده جامد جامد. في فطوطه. شكل تاني كمان. فطوطه راسه بس. تمام. بس مكتوبه رمضان كريم. رمضان كريم. دي بقى رمضان كريم ألوان. بالعربي. الوان كتير جدا. تمام. يعني مش كلها نفس اللون. ايوه. يعني كله مدلي بالوانه. بالوان. في شكل تاني. في حاجه تانية بقى. جامع نازل منه كده اهوت. فانوس. فانوس. ايوه. في حاجات تانية رمضان كريم اهي. تمام. الله ينور. بصوا ده برضو بوجي. سوري طمطم. رمضان كريم طمطم وبوجي بتاعها. ايوه. يعني في بوجي واقف كامل وفي راس دماغ بس ومعاه رمضان كريم. تمام. احنا عاملين كل الاذواق وكل الاشكال، كل الحاجات الجميله الموجوده. نشوف بقى. نخش بقى على الحاجه الجديده اللي لسه واصله. عايزه اقول لكم حاجه كده من الاخر. بصوا المفارش دي ده عباره عن توب كده، او اسمه بيبقى لا مش قد الناس توكتو. انا مفرش جاهز. ايوه. المفرش ده متر ونص في متر ونص. بصوا حبايبي الشكل. ممكن تساعديني كده انسه؟ ممكن لو سمحتي. ده كده مفرش هيبقى متر ونص في متر ونص. بصوا الجمال بقى. لا انا عايزه اوريكم الخامه كمان. بصوا الخامه. لا الخامه ما شاء الله تحفه. كانها ده اول مفرش. ده تاني مفرش بقى رمضان كريم بالانجلش وبالعربي. بصوا الالوان. الله. حاجه تحفه بجد. ده كده المفرش الثاني. داخلين على الثالث اهو. داخلين على الثالث. بصوا حبايبي اهو رمضان كريم فلانيس. انت وذوقك، شوفي اللي انت بتحبيه. كل واحد حسب ما بيحب. بصوا لسه في حاجات جايه. بصوا الجمال. اتفرجوا معايا بقى. يعني ممكن الزبون ياخد بقى المفرش ده وياخد التربيع بتاعته من نفس الاشكال ونفس الخامه. يعني المفرش الموجود ده قدامنا فيه كمان التربيع. بصوا ده رمضان كريم ده بتاعته. ده جميل ده يا حاج اللي هو ده اللي حضرتك نزلته ده. بصي هو انا اتفرجت على الاشكال كلها اشكاله ما شاء الله صراحه حاجه جميله. مفهومش شكل نقدر نقول عليه نص نص. فعلا كلهم فعلا. اشكال جميله هايله. وفي الفاتح اللي بيحبوا الفواتح واللي بيحبوا الغوامق. كل واحد حسب ما بيحب. رمضان كريم تاني. كلها يعني. ايوه. بصوا الفيروزي بقى كل الالوان اللي تتخيلوا. الفيروزي ده تحفه اصلا. بصوا الجمال.
اللهم صل على النبي عليكم السلام وبركاته. بصوا حبايبي ده لسه في تاني. شفتوا الاشكال؟ كل شكل بمفرش. بصوا ده كمان الوان بقى الحلوه الفوشيات والكلام ده. الله لسه اخر واحد تقريبا. انتوا بصوا حبايبي الصنف ده لسه واصل دلوقتي يعني. لسه حالا طازه. بصوا رمضان كريم اهو برده جميل خالص خالص خالص. حاجه كده بقى خيال. ده لسه في تاني. ده التوب ده كم مفرش ده ما شاء الله يعني 15 شكل. لسه فيه اشكال تانية كتير جدا. في يعني احنا كل توب هنفتحه وهيطلع اشكال تانية. مش ممكن بجد، حاجه تجنن. انا بفرجك اهو على الحاجه. انا صاحب البضاعه ولسه ما اتفرجتش. والله بنتفرج سوا. لسه واصله. حتى مش عارفه بقى الحاجه هيسعرها ولا ايه، مش عارفه والله. لا مش قادره اسعرها دلوقتي. لا لسه واصله بجد. الناس يتصلوا بيا ويسالوني. ايوه يكون سعرها الحاج. بصوا الجمال. عشان لسه هفكر هل هنعمل لها فرنشه ولا من غير فرنشه. الله. بس انا شايف من غير فرنشه ازوق. جميله بصراحه، مش محتاجه. ولا بصوا بقى دي اخر واحده دي. حطوها بقى كده على البتاع عشان ما تظهروش. بصوا دي، ايوه خليكم ماسكين. مش بصوا حبايبي دي اخر حاجه بقى. الله ينور. يعني مش دي بس الاشكال. مش دي بس الاشكال، في اشكال تانية. ده كل توب هيديني اشكال تانية. الله ينور. خدها توب زي ما هي. ايوه مفرش حضرتك تاخديها مفرش، اي مفرش فيهم. أيوة. وتتقصلك وتاخديها. ده جاهز على طول. تمام. مظبطها وكله حاجة. الله ينور. بصوا بقى، بصوا بعد المفارش بقى اللي شفناها دي، تعالوا بقى افرجكم بقى على الصواني والحاجات والكوبايات وحاجات كده جميله يعني. ده كده حاجه جديده السنه دي برضك. شفشق. ايوه شفشق ومعاه 2 كوباية. يعمل 30 جنيه. تمام. عايز احط ديكور ماشي، عايز استعمله في كده في حاجه خفيفه ماشي، ميه كده ولا حاجه. تمام. ماشي. وبعد كده دي الصينيه اللي تحت منه دي عامله 25 جنيه. تمام. يعني كله على بعضه بكام؟ لا مش شرط على بعض يعني، ده ممكن الشفشق بالكوبايتين عامل 30، الصينيه الوسط دي عامله 25. تمام. وفي طقم 2 صينيه عامل 55. 2 صينيه 55. ماشي. وعندنا بقى المسحراتي ده لسه واصل برده. ده لسه طازه برده وانا واقفه كده. لسه واصل. مسحراتي جامد جدا. يعني اللي مصنعاه ما شاء الله عليها. يعني واقفه معانا لسه بايدينها. ما شاء الله يعني عاملاه حاجه ايه يعني، صنفها روعه. بينور يا حبيبي. لو سمحتي بيغني. بيغني وينور. تعالي بقى شغل لنا بقى المسحراتي. ايوه بيغني من هنا اهو. ده بيغني وينور. وحوي يا وحوي. ده تحفه جدا. ده ساعه هيبقى 100 جنيه. 100 جنيه عشان بيغني وبيطبل وبيعمل كل حاجه شكله. ايوه طبعا ده بيتباع في القطاعي. بتقول لي بتشاور لي بره اهي، بتقول لي 140 جنيه بيبقى في القطاعي. لا احنا هنا حنينين مع الناس يعني. تمام. كل سنه وحضرتك طيب. واتكلمنا عليها. اتكلمنا على الصواني. ايوه الصينيه دي خلاص. في السبحه الالكترونيه طبعا دي، والوانها جميله جدا جدا جدا. الثلاثه ب 20 جنيه. تمام. ماشي. ودي مصليه كده للصلاه. ايوه بحيث افجري في اي حته اصلي. ايوه سعرها 10 جنيه. والمصاحف بقى الجميله، المصاحف الملونه. ايوه الصغنون ده ملون، ده سعره 15 جنيه احطه في جيبي. تمام. ده اللي اكبر منه مباشره اللي هو ده، والوانه كلها. اهم حاجه الناس وهي بتشتري، معلش لازم اتاكد بان في ختم الازهر. ايوه وانا بشتري. طبعا خلاص عشان اضمن ان المصحف ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي تحريف. ده سعره 35 جنيه، انا نزلته ل 25 جنيه بثمنه عشان عايزين نشجع الناس بان هيختموا المصحف. أيوة. في رمضان ده كذا مره، وبنشجعوا الشباب عشان بيحبوا المصاحف الملونه دي. ايوه احنا عايزين نشجعهم على قراءه المصحف يعني طبعا في رمضان وغير رمضان ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وفي اللي اكبر من ده كان سعره يعمل 45 جنيه، نزلناه ل 30 جنيه. اللي اكبر من ده بس خلاص جاي لنا كمان شويه ان شاء الله. تمام. عندنا برضو بتاعت بوجي دي، مخده دي ولا ايه؟ دي مخده، في بوجي وطمطم كل الاشكال بتاعتها. دي مخده ولها رجلين. ايوه دي سعرها 40 جنيه برضك، دي لسه واصله برضك. تمام. الحاجات الجديده اللي لسه واصله. طبعا دي برضك الخامه العاليه عشان برضك عملوا حاجات زي كده، خامات مش قد كده يعني. بصوا الجمال. تمام. دي سعرها 40 جنيه. ايوه والله الفوقه دي برضك لسه واصله برضو. وصاحبها لسه عارضها عليا برضك. ده فرع كبير بقى غير الفروع اللي انت شفتوها جوه دي. دي اشكال مجسمه كبيره. اشكال مجسمه كبيره اكبر من اللي جوه دي، لسه واصله حالا. دي بس برضو ما سعرتش. ده 5 متر عامل 20 جنيه. 20 جنيه. ايوه ده الحجم اللي هو الكبير. تمام. تمام الله ينور. وكده تمام وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. اللهم بلغنا رمضان. اللهم امين يا رب. محمد الشبراوي 28 شارع فرنسا.
ملك اللعب ودلوقتي احفاد الشبراوي اللي ماسكين المحل. احنا من سنه 1950 تمام، واحنا هنا بنبيع بسعر الجمله. تمام، الله ينور. كل سنه وحضرتك طيب. طيبين. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، اللي ما شافش الجزء الثاني يشوفه. اتمنى منكم الدعوه الحلوه ولايك والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.